بعد أن تخلص المصريون من اختراق جبهتهم الداخلية، بدأت المناورات القتالية بالجيوش. وقد مهد الملك سيتي الأول تأهيل الشام ليصبح ساحة للمعركة، وها هو ابنه رمسيس الثاني قد استعد للزحف لتحرير قادش والعودة لحدود جبال طروس. قادش هي معركة عالمية بكل ما في الكلمة من معنى، فقد كان الملك رمسيس الثاني ملك مصر ضد قوات التحالف بقيادة موتالي الثاني الحيسي، والتي ضمت قواته الحيسيين وميتان وآشور والآموريين ونهرين وإرزاو وكشكش وماسا وبيدسة وأروين وكرشيكا ولوكا وكيزو وندا وكرشي ميش وأوغاريت وكيدي وجميع أرض نوخاشي وموشانت وقادش ودرداني. والمعركة سجلت في العام الخامس اليوم التاسع الشهر الثاني من صيف حكم الملك رمسيس الثاني. وقد وقعت المعركة خلال شهر واحد واستغرقت 48 ساعة، وكان هدف المعركة محدد للمصريين. وقال القرار أنه يجب اتخاذ تدابير دائمة ضد الحيسيين وإخراجهم من حدود المملكة نهائيا. قاد رمسيس الثاني 4 فيالق، وهي فيلق آمون وفيلق رع وفيلق بتاح وفيلق ستي، إضافة إلى فيلق النخبة الذي يقوده رمسيس الثاني بنفسه برفقة حرسه الخاص عبر الجيش كنعان أو فلسطين وفينيقيا أو لبنان، حتى جاء إلى تلال جنوب قادش على نهر العاصي. عبرت الفيالق المصرية من خلال 3 محاور، وقد نقلت البحرية المصرية بحرية البحر المتوسط قسم من الجيش عبر البحر المتوسط مؤمنة الجهة الغربية للجيش المتقدم برا عبر فلسطين من سكان البحر المتحالفين مع الحيسيين المتمركزين بقبرص، ونقلت البحرية المصرية بحرية البحر الأحمر قسم ثاني ليسير عبر تبوك في الممر الجبلي للكرك وصولا لمجده من شرق البحر الميت ليؤمن شرق الجيش المتقدم عبر الأراضي الفلسطينية. وهكذا لعبت الفيالق المصرية دور الأجنحة أو الوسط القتالي طوال مسار الطريق لساحة المعركة. الآن عبرت فرقة آمون وفرقة رمسيس الوسط أراضي فلسطين ولبنان، واحتشدت عند تلال جنوب قادش على نهر العاصي، بينما تأخر فيلق رع وبتاح وستي، وبينما يرابط جيش الوسط في انتظار الأجنحة المتقدمة إذا بعناصر الاستخبارات تستجوب مجموعة من كشافة العدو. وبعد انتزاع اعتراف كاذب منهم تم إخبارهم أن جيوش العدو بعيدة في حلب، بينما كانت الجيوش المتحالفة قد ربطت أمام معسكر رمسيس على الضفة الأخرى من النهر. وفاجأ متالي معسكر رمسيس الثاني وفيلق آمون وهو في وضع حط الرحال بينما أجنحة الجيش متأخرة، وفي لحظة وصول طلائع فيلق رع من الغرب هاجمت قوات متالي الثاني، فعبرت النهر في حركة التفاف ومناورة عالية لضرب معسكر القلب الذي فيه الملك رمسيس الثاني، وشطر فيلق رع إلى قسمين، وتمت مهاجمة القلب مباشرة في وقت محدد للغاية. وجد رمسيس الثاني نفسه في خطر جسيم لاستجماع قدراته، وهاجم فيما يبدو المهاجمين بانفجار عنيف أحدثه حين ألقى سيفه على أرض المعركة، واستخدم سلاح آمون الذي ألقى بجنود موتالي في قاع النهر بين قتيل وهارب من الجحيم. وبوصول فيلق بتاح كانت قوات رمسيس الخاصة مع فيلق آمون ومن تجمع من فيلق رع قد شتتت المهاجمين من قوات موتالي ونكلت بهم أيما تنكيل. ولم يلبس فيلق ستي اللحق بفيلق بتاح واستوى الجيشان الآن أمام بعضهما، وبينهما قلعة قادش بعد فشل مناورة موتالي الجنوني. لم يعد أمام موتالي الآن إلا التقدم لنجدة قلعة قادش
قبل أن يدركها الحصار المصري ويعزلها عن جيشه. ولم يلبس الوقت قصيرا فقد كان تقدم متالي نحو قادش فرصة رائعة للجيش المصري الذي طوق جيش متالي وقادش في حركة التفاف رائعة. وإنما بين الهجوم المباغت لمتالي وحصار جيشه ليلة واحدة، التف خلالها الجيش المصري حول جيش متالي وقادش بالكامل في أروع تحرك وحرب ليلية خاطفة. لقد أفنى رمسيس الثاني 2500 مركبة حيسية خلال الهجوم المباغت للحيسيين، ثم 1000 مركبة أخرى حاولت الإنقاذ والتدخل لإنقاذ المهاجمين. الآن أصبح جيش الحيسيين بدون عجلاته الحربية في لحظة تهور فادحة، ولا ندري من نصب الكمين لمن. فقد أبيدت قوات كبيرة لمتالي وخلال الليل، ثم اعتقل مشاة متالي، مما اضطره الآن أن يتحصن بالقلعة الحصينة التي اخترقتها الجيوش المصرية بسهولة، وتم ذبح متالي. في الصباح هاجم جيش رمسيس الثاني الحيسيين وتم عد أكوام من القتلى كعادة الجيوش المصرية، وتم توقيع معاهدة بين مصر وخيتا بعد 20 سنة من المعركة. فقد بعث خاتوسيل الثالث ابنته كعروس لرمسيس الثاني استرضاء له، وقبلت في حريم رمسيس الثاني، كما سميت ماء حور نفرو رع، وتعني حورس يرى جمال رع. وبعد سنوات قليلة في العام 44 من حكم الملك رمسيس الثاني، أرسلت واحدة أخرى من بنات خاتوسيل لرمسيس كي يتزوجها، وهو عمل لا يمكن وصفه إلا بأنه رشوة وكوسيلة لاسترضاء الملك رمسيس الثاني. وفي آخر الفيديو أتمنى أن ينال إعجابكم، وشكرا لكم. حسام عرفان.